هذه المستوطنة الزراعية سكن الرومان قبل 1800 سنة. لم يسكنوا الرومان تحديداً، بل كانوا حكاماً عسكريين أو حكاماً ومحتلين لهذه المناطق، لكن السكان الأصليين ما زالوا إلى يومنا هذا يتعاقبون ويتوارثون هذه الأرض. الزيتون هو نفس الزيتون الذي زرع قبل آلاف السنين، ما زالوا يقطفون ثماره وزيته حتى اليوم، وما زالت المساكن التي سكنوها قبل آلاف السنين تتطور وتتدرج حتى وصلنا إلى الحداثة. في هذا المكان وفي هذا الموقع نجد بيوتاً سكنها الرومان والسكان الأصليون قبل 1800 عام، ونجد أيضاً مساكن سكنها بنو حسن في القرن الحادي والعشرين، وسكنوها أيضاً آخرين. ما زال موقع المسرة الأثري يحتفظ بكثير من التفاصيل التاريخية هنا غرب محافظة الزرقاء، ذلك المناخ البارد والوفير بالأمطار. هذه المنازل وهذه المستوطنة ما زالت شاهدة على مسرة الخير والوجه البشوش هنا في هذا المكان قرب نهر الزرقاء القديم يبوق، وهنا أيضاً قرب طريق تراجان القديم. هذه التفاصيل وتلك الخفايا وذلك التاريخ العظيم نرويه لكم من موقع المسرة الأثري، تلك المنطقة الباسمة هنا في غرب الزرقاء ومن ريفها الجميل. خفايا الحكاية من المسرة. ريف الزرقاء وعلى طرف هذا الوادي الممتد حتى نهر يبوق الزرقاء القديم كان الرومان يقيمون. كان السكان الأصليون قبل أكثر من 2000 عام يزرعون ويحصدون. ترك الرومان هذه المستوطنة الزراعية وغادروا، لكن السكان تعاقبوا وتكاثروا وكانوا قبل الرومان حافظوا على هذا الأثر التاريخي بين أشجار الزيتون المعمرة، المهراس وغيرها، وشجر البلوط الذي لا يتكاثر كثيرا نبت في الطبيعة وبقي وحيدا شاهدا على المسرة، تلك القرية التي نشاهدها الوادعة والهادئة. فما قصة هذه القرية ومن أين أتت تلك التسمية؟ المسرة معروفة باللغة العربية اللي هي جاية من السرور، ويمكن أطلقوا سكان المنطقة عبر الفترات الزمنية السابقة لما يتمتع به الموقع أصلاً من جمالية تجلب البهجة والسرور. لما بنحكي عن موقع المسرات اللي هي ضمن منطقة العالوك، طبعاً احنا بنحكي على أطراف منطقة فاصلة بين مناخ متوسطي ومناخ القاري. طبعاً زي ما احنا بنعرف انه الإنسان هو ابن الجغرافيا، الجغرافيا اللي بمناخها بظروفها بكمية الهطول المطري بدفء بالبرودة تعكس النشاط السكاني فيها. فالمناخ المتوسطي أفرز عنا نشاط زراعي عبر آلاف السنين موجود عنا بالمسرات، وزي ما احنا شايفين الموقع الأثري اللي تم التنقيب فيه هون على مدار عدة مواسم، كان الموسم الأول سنة 2002 وما زالت أعمال التنقيب كمان مستمرة، كشفت أن عن مستوطنة زراعية طبعاً أو قرية زراعية تمتد على هاي التل الموجودة أمامنا وتمتد إلى التل المقابلة إلها. الماثورات الأثرية هون اللي هي طبعاً زي ما حكينا اللي هي عن نشاط نشاط زراعي، نفس النشاط اللي ما زال يستخدم أو يمارس من قبل سكان المنطقة حاليا، زراعة الزيتون، زراعة العنب، النشاط البسيط نوعا ما، مرفقات أي قرية اللي هي مكان للعبادة، المنازل، المدافن. ظهر عندنا يعني الاستيطان لما بلش عندنا هون من نهاية الفترة الرومانية خلينا نحكي أو الرومانية المتأخرة، وظل مستمر بدون انقطاع حتى يومنا هذا. طبعا في عندنا دلائل الاستيطان ما قبل الفترة الرومانية، لكن على أطراف الموقع هون كنا على أطراف سيل الزرقاء. طبعا بداية الاستيطان بالقرية الزراعية هون بلش عندنا مع الفترة الرومانية المتأخرة، بنحكي عن القرن الثاني الميلادي تقريبا، واستمر خلال الفترة البيزنطية وخلال الفترة الأموية الإسلامية المبكرة، واستمر كمان حتى شهدت المنطقة ازدهار شوي بالفترة الأيوبية المملوكية، وخلال الفترة العثمانية عبر مراحلها لغاية الفترة الحديثة.
بين معنا هون من خلال أعمال المساحات والتنقيب اللي هي المدافن اللي كانت موجودة بالمنطقة اللي استخدمت من قبل المواطنين أو السكان اللي كانوا موجودين بالمنطقة هون. ظهر أن هون تقريباً 8 مدافن عائلية. أعمال التنقيب والدراسة عليها يعني طلعنا بنتيجة أنه نوعاً ما يعني خلينا نحكي تحتوي ما يقارب 178 بقايا 178 هيكل عظمي. طبعاً من خلال الدراسة على البقايا العظمية للمعثورات هاي نقدر نأخذ نتيجة شوي أو نوعاً ما دلائل عن أعمار الناس، الأمراض اللي كانت شائعة، طبيعة الغذاء الموجودة بهذيك الفترة، طقوس الدفن، طقوس الجنائزية، فبتعطينا شوي معلومات سكانية، معلومات عن الثقافة السكانية بشكل جداً أوسع. لم نعثر على كثير من المعلومات الموثقة والتاريخية إلا في رأس أحمد العش مدير آثار الزرقاء، هذا الذي يعرف كثيراً في بلادنا، درس كل حجر في هذا الموقع، يعرف كثيراً من المعلومات كلها مسنودة إلى دليل علمي موثوق، فروى لنا تقاسيم هذه المستوطنة التاريخية الأثرية، المعصرة والغرف والمباني التي سكنها الرومان قديماً حتى من جاء حديثاً وبنى تلك البيوت التراثية المحدثة. طبعاً العناصر المعمارية اللي هي دائماً تعكس ثقافة الفترة، يعني طبيعة البناء مثلاً خلال فترة السيطرة الرومانية، طريقة قطع الحجارة، طريقة تصميم المنازل شوي تأخذ اختلاف عما كان عليه مثلاً بالفترة الرومانية المتأخرة عن بالفترة الأموية أو الفترة الأيوبية المملوكية. الإفرازات الحضارية المعمارية اللي بتفرزها كل حقبة من الحقب تفرز كمان توابع، يعني بالفترة الرومانية مثلاً بده يكون طقوس التعبد تختلف عنها بالفترة البيزنطية عند اعتناق الديانة المسيحية. بالفترة البيزنطية ظهر في عندنا اللي هو التشابل أو المصلى أو الكنيسة الصغيرة. طبعاً أي تجمع سكاني بحاجة دائماً إلى توابع من مسجد أو مكان تعبد أو كنيسة للسوق للمعصرة للأمور اللي متعلقة بالنواحي الإنتاجية أو الاقتصادية، الأمور المتعلقة بالأمور الروحانية أو المدافن أو كلياتها. هاي كلياتها يعني بالنهاية تخرج أنك باكج واحد حضاري. موقع المسار الأثري لم يكن هنا عبثاً، فهو يؤدي إلى طريق الزعيم الروماني تراجان، ذلك الظالم الذي انتهى به المطاف إلى الموت. هناك صنمة وغيرها من المحطات القديمة ذات القيمة الكبيرة. تغيرت الحياة، غادر بشر وجاء آخرون، طمع بهذه البلاد كثيرون ولم يفلحوا، فبقيت حياتهم جزءاً من تاريخنا حتى اليوم. طبعاً زي ما حكينا اللي هو الإنسان ابن الجغرافيا، فالمنطقة الجغرافية هي المنطقة بالأصل اللي تجذب الإنسان إليها للاستيطان فيها. زي ما تفضلت إحنا على أطراف سيل الزرقاء، سيل الزرقاء اللي هو كان نقطة جذب للاستيطان البشري منذ آلاف السنين، يعني من فترة العصر الحجري الحديث. إحنا بنحكي بداية الاستيطان ظهر عندنا مع مجرى سيل الزرقاء لما يمتد من قبل 10,000 سنة من الآن. وجود منطقة المسرات اللي هي خلينا نحكي ضمن منطقة العالوق بالقرب من أو خلينا نحكي تتوسط منطقة بين جرش وعمان، وهدول المنطقتين أصلاً مناطق وجود حضاري كمان ومناطق استيطان وازدهار عبر الفترات المختلفة، ولا بد من وجود طريق يربط بيناتهم. أعمال المسوحات الأثرية اللي تمت بالمنطقة كشفت لنا عن بقايا الطريق اللي يمتد يعني من عمان أو بالذات خلينا نحكي من منطقة ما يعرف حاليا بخربة ياجوز عن شفا بدران، يمتد معنا الطريق روماني بمحطاته بالمايلستونز اللي أو إشارات الطريق أو علامات الطريق اللي مرفقة معه دائما، يمتد لنا من شفا بدران منطقة ياجوز للبزيعية للمشوبش لما أوصل للصنمة، ومن الصنمة كمان توصل للجرش. هاي أحد تفرعات الطريق الروماني اللي فضلت وأشرت له.
بعد حياة الرومان في المسرة غرب مدينة الزرقاء، بنى السكان الأصليون عدة مبان لهم أقفلت أبوابها كما تشاهدون منذ عقود زمنية طويلة، وما زالت حتى اليوم لم تخرب أو تهدم الأثر القديم، أضفت عليه لمسة جديدة. أغلب من سكنها هم أبناء قبيلة بني حسن، وقبائل أخرى ما زالت أسماء بعضهم محفورة على هذه المباني. مرت الأيام وما زالت بيوتهم موجودة ولها طابع معماري يبين تفاصيل الحياة القديمة هنا قبل أن يتغير نمط العيش وتنتقل إلى البيوت المعاصرة. يبدو أنه ارتباط السكان المحليين بالمنطقة هون والانتماء له شيء يدعو إلى التقدير بالفعل، يعني يمكن هاي من المناطق اللي لا نشهد فيها عبث أو بحث عن الدفائن أو التخريب، لأنه الناس الموجودين هون يعني بوجودهم بشكل استمراري. طبيعة السكن اللي ظهرت عندنا هون مثلاً بفترة لما صار في عنا استقرار أكثر مع بداية القرن العشرين وبداية تأسيس نواة الدولة الأردنية، صار الاستيطان أخذ طابع شوي مختلف، يعني انتقلنا شوي من لأسلوب الحياة اللي أكثر استيطاناً وأكثر استقراراً، فظهر في عنا المباني الحجرية اللي استخدمت جزء كبير منها اللي هي من الحجارة المحيطة أو يمكن الحجارة اللي أوردي منتشرة بالموقع. وزي ما احنا شايفين اللي هو نظام البيت الشامي بطريقة قص الحجر بوجود الفناء المقابل له، البيت الفلاحي، البيت اللي يمكن يكون موجود الأسرة وبعديها لما كبر الابن وجوزوه عمروا له كمان غرفة بجانبه والابن الثاني كمان صار مجاور له، فنوعا ما شوي يعني تعطينا انطباع عن او توثيق لطبيعة الحياة بالقرن العشرين. المنازل هاي يعني بعضها ما زال مكتوب عليها أسماء ساكنيها، ظلت من النصف الأول من القرن العشرين مأهولة ومسكونة لغاية خلينا نحكي يمكن فترة الستينات أو فترة السبعينات، وكونها أصبحت جزء من الموقع الأثري اللي تم استملاكه وتخصيصه، يعني أعتقد أنه رسالتنا يعني تحتم علينا أنه الحفاظ عليها، الحفاظ على حقبة مهمة من تاريخنا الحديث وتاريخ مجتمعنا. بدأت دائرة الآثار العامة بالتنقيب في هذا الموقع مبكراً ووصلت إلى معلومات مثبتة واستطاعت أن تضع قيمة كل حجر عليها، ثم أحاطته بسياج ونصبت عليه حراساً، لكن أهل المسرة وفي رحلة تعاقبهم على هذا المكان لم يشوهوا أي حجر منه، بقي هذا الموقع بجماله وطبيعته الأخاذة، الربيع فيها مختلف والورود تنبت بكل نقاء وما زالت. موقع المسرات يمكن يكون مقصد سياحي للسياحة المحلية أو السياحة اللي من خارج محافظة الزرقاء. التوجهات حاليا نسعى يعني بدائرة الآثار بعد استكمال أعمال التنقيب والترميم هون إلى عملية إعادة تأهيل الموقع وربط الفترات التاريخية كلياتها مع بعض وتقديمها كمنتج سياحي واحد، لأنه هلا زي ما احنا شايفين هون في عنا البيوت التراثية، هاي بيوت بنيت بالفترة في منتصف النصف الأول من القرن العشرين من قبل السكان المحليين، نسعى بالفترة القادمة لإعادة تأهيلها بمشيئة الله وإعادة الحفاظ عليها وإعادة الحفاظ على الطراز المعماري اللي هو موجود بالمنطقة وتقديم الموقع كلياته وما يحيط فيه كمنتج سياحي يعكس ثقافة المنطقة وتنوعها في محافظة الزرقاء. المسرة وريف الزرقاء النقي أودية مليئة بشجر الزيتون الذي يضيء زيته كل عام منذ آلاف السنين وتربتها الحمراء وشجر بلوطها القاسي الأخضر والطرق التجارية القديمة والحديثة وسكانها الطيبون، قصة مليئة بالتاريخ تروى للأجيال تستحق المسرة أن يكون المثل فيها أن فيها كل قديم يعاد وجديد يذكر ولا يفقد قيمته، فهي ريحانة وربيع لا تمل من السير فيه في كل ثانية من سنوات العمر. Thank you.